أتطلع إلى تولي شرف المسؤولية مجدداً بعد أن نلتها بقرار عراقي وطني مستقل. صالح يتمسك بالترشح لرئاسة الجمهورية لولاية ثانية، والبيت الكردي على موعد مع تشظي جديد. بانتظار لقاء الإطار والتيار في بغداد، المشهد السياسي نحو مزيد من التعقيد، والاتحادية تؤجل حسم الكتلة الأكبر. أسعار النفط بارتفاع هو الأعلى في 7 سنوات، والعراق يبيع الخام ب83 دولارا بإيرادات تتجاوز 8 مليارات دولار خلال شهر. يعني أرض الدولة ماخذهم مسجلين بس معهم. قضايا الفساد تزاحم المحافظات، أوامر قضائية في بابل ضد متنفذين، ومطالبات بمحاسبة الجهات المفسدة في نينوى. السلام عليكم. قضي الأمر وأغلق الباب على أي تسويات. أغلق رئيس الجمهورية برهم صالح يرشح نفسه لولاية ثانية، فعبر بكلمة متلفزة قال إن التعديلات الدستورية ومكافحة الفساد يجب أن تكون في سلم الأولويات. فما ردود فعل بقية القوى الكردية خصوصا والوطنية عموما على هذا الترشيح؟ وكيف سيكون المشهد بين السليمانية وأربيل في قبل الأيام؟ وما انعكاسات ذلك على الواقع السياسي الممتلئ أساسا بالتعقيدات؟ هذه الأحداث المعقدة سنفك نسيجها في جولتنا الإخبارية المقدمة من الرابعة. أكد رئيس الجمهورية برهم صالح تمسكه بالترشح لرئاسة الجمهورية للدورة المقبلة، وقال صالح في كلمة متلفزة أنه نال المنصب في الدورة السابقة بقرار وطني مستقل، مؤكدا أن أمام القوى السياسية جميعا مسؤولية تاريخية إضافة للدور المنتظر للبرلمان الجديد. أنا القادم من جبال كردستان ومن السماوة وكربلاء المقدسة وصلاح الدين وبابل وواسط والعمارة وحلبجة، أتطلع إلى تولي شرف المسؤولية مجددا بعد أن نلتها بقرار عراقي وطني مستقل. الرئيس صالح شدد خلال كلمته على ضرورة إجراء تعديلات دستورية في المرحلة المقبلة، لا سيما أن البرلمان الجديد جاء بانتخابات مبكرة، مؤكدا وجود حاجة ملحة لحكم يستند إلى إرادة العراقيين بلا قيمومة أو وصاية أو تدخل، وأن يكون الشعب سيد نفسه. فإن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة تعديلات دستورية لبنود أثبتت التجربة مسؤوليتها عن أزمات مستحكمة، واستجابة للحراك الشعبي والإجماع الوطني الواسع. كانت رئاسة الجمهورية قد شكلت لجنة موسعة من فقهاء الدستور من مختلف المحافظات، وتقدمنا بورقة شاملة حول التعديلات الضرورية وبما يضمن الوفاق الوطني، وسنعمل معكم على تعزيزها وإثرائها وعلى إقرارها بما يخدم مصالح الشعب العراقي. صالح قال إن آفة الفساد الخطيرة التي تعمل على إدامة نفسها وتأثير على إرادة العراقيين بأموال الشعب تستوجب وقفة حاسمة، وأن مكافحتها هي معركة وطنية لن يصلح وضع البلد دون الانتصار فيها. وأيضا فإن آفة الفساد الخطيرة التي تعمل على إدامة نفسها والتأثير على إرادة العراقيين بأموال العراقيين تستوجب وقفة حاسمة، ف
فهي بحق معركة وطنية لن يصلح وضع البلد دون الانتصار فيها. تقوم على ضرب منابع الفساد واسترداد ما تم نهبه وتهريبه. وفي أول رد رسمي على كلمة صالح، عبد الحزب الديمقراطي ثقته من تمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري خلال الجلسة النيابية المقبلة. المتحدثة باسم الحزب فيان دخيل في بيان دعت الاتحاد الوطني للإجابة عن أسباب تمسكه بصالح كمرشح للمنصب، معتبرة أن انسحاب الأخير سيمهد الطريق لتفاهمات مع الاتحاد، وهو ضمان لمشاركة قوية للكرد في الحكومة الاتحادية الجديدة وفق ما جاء في البيان. في ظل الانقسام الكردي على منصب رئيس الجمهورية واستمرار الصراع القائم على التمسك بالمرشحين، سلك البارتي طريق الحنان المعبد لضمان تمرير زيباري، بينما يبقى اليكتي متمسكا بشخصية صالح رغم الضغوطات والمعطيات على الأرض. ما أن تعددت التصريحات بتمسك كل حزب كردي بمرشحه لرئاسة الجمهورية، حتى خرج الديمقراطي ببيانه الواضح بأن هوشيار زيباري لا بديل عنه سيدخل منافسة التصويت داخل البرلمان على منصب الرئاسة. تحالف البارتي مع الكتلة الصدرية والمكون السني والمخرج الذي يسعى الحزب الديمقراطي من طريقه لتمرير مرشحه. بدأ الخلاف مع كل الأسف بعد التمسك أنه الاتحاد الوطني بشخصية دكتور برهم صالح وترشيحه رسميا إلى هذا المنصب مع التحفظ اللي أبدى حزب الديمقراطي الكردستاني. هذه التفاهمات أصبحت أرقام، وهذه الأرقام في جلسة البرلمان كانت 228، وتمرر أي قرار أو أي ما استطعت أن تمرر الرئاسات الثلاث داخل المجلس النواب أيضا، وهذا ما نعول عليه. تمسك الاتحاد الوطني الكردستاني ببرهم صالح لا رجعة فيه، فأي حيثيات استبعدها اليكتي في مشروع دخوله حلبة الجلسة الثانية لمجلس النواب؟ وذلك التمسك صار واضحا من خلال ما أعلنه الرئيس برهم صالح بأنه مرشح لمنصب يمثل رئيسا لا مرؤوسا ولكل العراقيين وحاميا للدستور، توقيتات دستورية سيحدد من خلالها الفائز بمنصب رئيس الجمهورية من الحزبين الكرديين. الاتحاد لا زالوا مصرين على اختيار الدكتور برهم صالح، والديمقراطي مصر على شخص السيد هوشيار زيباري، والفيصل بهذا الموضوع هو جلسة مجلس النواب القادمة التي ستنهي جدل اختيار رئيس أو انتخاب رئيس الجمهورية، باعتبار مجلس النواب مقيد أو ملزم بمدد دستورية، ومدة 30 يوم هي شارفت على الانتهاء. انقسام صف الحزبين الكرديين اليكتي والبارتي في قرار دخولهم إلى جلسة البرلمان بمرشحين يعطي تفاصيل كثيرة عن عقدة الخلاف وغياب لغة التفاهم بين الطرفين، فالأقرب إلى الرئاسة لا تحزره المعطيات، فكل عمل على تقوية صفه التفاوضي مع بقية الكتل السياسية. الاتحاد الكردستاني والحزب الديمقراطي لم يحسموا الاتفاق على منصب رئيس الجمهورية، أما المدة الزمنية لاختيار الرئيس في جلسة البرلمان الثانية هي ما ستكون الفيصلة في إنهاء جدلية الخلاف الكردي. أحمد ليث بغداد، الرابعة. أولى ملفاتنا نناقشها مع ضيفنا عبر سكايب عضو الاتحاد الوطني الكردستاني سيد أحمد الهركي. بداية نرحب بك سيد أحمد. حضرتكم مشاهدي القناة الرابعة، حياك الله. إذن أبدأ من الإعلان الذي أعلن عنه الرئيس برهم صالح، أعلنها صراحة أنه بترشيحه لولاية ثانية. كيف يرى الاتحاد هذه الخطوة؟ هل هي خطوة تعزيزية لترشيحكم للسيد برهم صالح؟ بالفعل يعني هي خطوة تعزيزية للاتحاد الوطني الكردستاني، يعتبر هذا المحترك السياسي الحالي هو جزء من حرب الإرادة الذي يخوضها للحفاظ على القرار الوطني المستقل
وبذلك فإن ما جاء اليوم من قرار السيد برهم صالح وإعلانه ذلك بصورة رسمية في خطاب متلفز يؤكد على هذا يعني الاتحاد الوطني الكردستاني والدكتور برهم صالح ماضون في بي 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 على هذا النحو. وبذلك نحن الكرة الآن في ملعب الفضاء الوطني العراقي هو الذي سيقرر من لمن سيكون رئيس مجلس رئيس الجمهورية كما كان الحال عام 2018. يعني الآن السيناريو الأقرب هو تكرار سيناريو عام 2018 عندما حسم الفضاء الوطني منصب رئيس الجمهورية لصالح الاتحاد الوطني الكردستاني ولصالح الدكتور برهم صالح. طيب إذا لكن بعد هذا الإعلان قابله إعراب الحزب الديمقراطي عن ثقته بتمرير زيباري للمنصب في الجلسة النيابية المقبلة. معلوم أن في لقاء الحنانة أيضا ربما هناك تسريبات تحدثت عن التمسك والدعم للسيد هوشيار زيباري، فما تداعيات ذلك على موقفكم؟ لو تحدثتم بصورة منطقية وكجزء من التحليل السياسي بعيد عن انتماءات حزبية، لا يوجد لحد الآن أي تأكيد من أي قيادة في التيار السطحي أو بيان رسمي من الحنانة بدعم مرشح واحد. يعني والاتحاد الوطني الكردستاني يعول على هذه النقطة لحد الآن. هناك أيضا تطورات أخرى في البيت الشيعي، يعني نحن الآن ربما يأتي فريق من الإطار التنسيقي يتفق مع سيد مقتدى الصدر في الأيام الأخيرة المتبقية في جلسة 7 شباط المتعلقة باختيار رئيس الجمهورية. هذه الخطوة إن حدثت ربما ستزيد من حظوظ السيد برهم صالح. أيضا برهم صالح لديه مقبولية وطنية هذه معروفة، و وأداؤه السياسي يعني كان كذلك، وشكل يعني مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يعني نحن هنا نتحدث يعني لو تحدثنا بنفس عراقي، يعني قاموا بالعديد من الفعاليات الدولية، حاولوا استعادة جزء من الدور الأقليمي للعراق. لذلك الاتحاد الوطني يعول على تغيرات في الأيام الأخيرة في موقف، يعني ربما يحدث اتفاق بين جزء من الإطار التنسيقي مع السيد مقتدى الصدر. أيضا التيار الصدري دائما يعني ليس بعيد عن الفضاء الوطني، لذلك فمرشح الاتحاد الوطني يحظى بمقبولية وطنية أكثر. منصب رئيس الجمهورية نعم هو جزء من حصة الكرد في العرف السياسي السائد في العراق، ولكن له بعد وطني. لذلك نحن متأكدون أن الفضاء الوطني سيحسم هذا الأمر أيضا. لذلك ربما قراءة الحزب الديمقراطي الكردستاني ليست دقيقة. عام 2018 هم أيضا كان كل المؤشرات تشير أن طيب الدكتور فؤاد حسين هو الذي سيفوز، بل هناك وعود قدمت للسيد لقيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني، ولكن في أثناء التصويت السري في جلسة مجلس النواب الجميع يعني كان هناك أغلبية كاسحة في فوز الدكتور برهم صالح. لذلك ربما هناك تشابه جزئي في هذا المشهد، وبالتأكيد ستتوضح هذه الملامح في الأيام القليلة المتبقية. لكن أتساءل يعني هل هناك ربما محاولات حثيثة بينكم وبين الديمقراطي يعني للتوافق على قرار معين، وخصوصا أنه يفصلنا أسبوع فقط على جلسة انتخاب رئيس الجمهورية؟ بالفعل سيدتي صناع القرار في الحزبين الرئيسيين يدركون خطورة الموقف فيما يتعلق في ردة الفعل. يعني في كل الأحوال هناك مرشح واحد سيفوز، سواء كان مرشح الاتحاد الوطني أو مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني. نعم. في عام 2018 عندما فاز الدكتور برهم صالح، نعم حدث هناك حالة من الفتور بين العلاقة بين الحزبين، الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، ولكن يعني لم تحدث هناك تأثيرات في العلاقة. يعني كما تعرفين حضرتك نحن شركاء في حكومة أقليم كردستان، هناك توازنات سياسية موجودة داخل البيت الكردي. المشكلة تكمن هنا أن الحزب الديمقراطي يزاحم الاتحاد الوطني في منصب رئاسة الجمهورية، وهنا سيختل التوازن. لذلك عندما يختل التوازن سينعكس ذلك على البيت الكردي، يعني هي معادلة أشبه بالمعادلة الحسابية. لذلك صناع القرار في الحزبين يدركون خطورة الموقف. في السياسة كل شيء وارد. طيب. السيناريو الأقرب حتى الآن إلى حد يوم 7 شباط جلسة اختيار رئيس الجمهورية هو الذهاب بمرشحين، والفضاء الوطني يحسم ذلك. ولكن في السياسة كل شيء وارد. إذا ربما الساعات الأخيرة يعني حتى عام 2018 يعني سيد أحمد يعني في ظل هذه الموازنات التي نتحدث عنها والذهاب إلى هذه الجلسة، أتساءل يعني بسؤال أخير. هناك سؤال وجه من قبل المتحدثة باسم الديمقراطية الكردستانية تتحدث عن أسباب التمسك بالسيد برهم صالح، وأيضا أنها اعتبرت
أن انسحاب السيد برهم صالح سيفتح الطريق للتفاهمات بين أقطاب البيت الكردي، يعني هل سيفتح فعليا الطريق للتفاهمات أم سيرسخ قوى الكرد الحاكمة خصوصا أربيل في بغداد؟ تعليقكم على هذا الموضوع. سيدتي العزيزة، سر تمسك الاتحاد الوطني الكردستاني هي مجموعة من العوام. أولا مقبولية السيد برهم صالح على المستوى الوطني والأقليمي والدولي. ثانيا هذا القرار يتعلق بإرادة الحزب، يعني هناك حرب إرادة، يعني هناك آراء داخل حزب الاتحاد الوطني تقول حتى لو خسرنا المعركة وهذا الشيء طبيعي في الديمقراطية، لكن لم نخسر إرادتنا. يعني هناك عرف سياسي موجود في، يعني نحن حلفاء وبين التحالفات السياسية، الاتحاد الوطني الكردستاني حزب مؤثر في العملية السياسية كردستانيا ووطنيا وله حتى أبعاد أقليمية ودولية. لذلك اللغة المناسبة للتخاطب معنا نحن أصحاب قرارنا المستقل. تستطيعين حضرتك أن تحكسي السؤال على الأخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني، لماذا لا يتم تفضيل الدكتور برهم صالح ويتم تغليب المصلحة الوطنية؟ وضحوا ذلك أيضا، لقد سألناهم في نشراتنا السابقة ووضحوا سبب تمسكهم ووضع الفيتو على سيد برهم صالح. إذن عضو الاتحاد الوطني الكردستاني سيد أحمد الهركي، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. ونبقى في الشأن السياسي، حيث أكد زعيم تحالف الفتح هادي العامري استمرار الحوارات السياسية مع جميع الكتل دون استثناء. وقال العامري في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي إن الإطار التنسيقي متماسك وماض بالانفتاح والحوار مع جميع الكتل والقوى السياسية، كاشفا على أن الغاية الرئيسة من هذا الحوار هو وجود حل للانسداد السياسي الذي تشهده البلاد منذ إعلان نتائج الانتخابات النيابية في 10 من تشرين الأول الماضي. من المؤمل أن يعقد الإطار التنسيقي اليوم اجتماعا في مكتب زعيم تحالف الفتح هادي العامري. وقال مصدر سياسي أن الاجتماع سيبحث مستجدات تشكيل الحكومة الجديدة بعدما ناقش قادته يوم أمس في منزل العبادي الحراك السياسي الأخير والمتمثل باجتماع الحنانة وما نتج عنها. المصدر توقع أيضا حدوث انفراجة في الأزمة مع التيار الصدري، خاصة مع إمكانية حدوث لقاء بين قوى الإطار والسيد مقتدى الصدر في الأيام القريبة المقبلة. في الأثناء قال عضو الحزب الديمقراطي عماد باجلان إن مبادرة رئيس الحزب مسعود بارزاني لحلحلة الانسداد السياسي لم تتضمن الحديث عن وزارات أو مناصب. باجلان في تصريحات صحفية أوضح أن الخطوة بمجملها تأتي لودي الخلافات وتقريب وجهات النظر بين دولة القانون والكتلة الصدرية، وصولا إلى استكمال باقي الاستحقاقات الانتخابية، مبينا أنه لم يتم التطرق خلالها إلى أي مواقع سيادية أو حقائب وزارية كما أشيع في بعض وسائل الإعلام. إلى ذلك أكد المتحدث باسم تحالف تقدم النائب يحيى المحمدي أن الأيام المقبلة ستشهد حل العديد من الإشكالات التي تمنع حصول تفاهمات سياسية. وقال المحمدي أن لقاء الحنانة جمع القادة المؤثرين في المشهد السياسي، وهذا ينطلق من النتائج التي حققوها في الانتخابات، مبينا أن بارزاني قدم مبادرة سياسية تهدف إلى تحريك المشهد السياسي، مؤكدا أنها خطوة مهمة من أجل الوصول لانتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم تشكيل الحكومة. هذا فيما أكد القيادي في تحالف الفتح حامد الموسوي أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عرض على زعيم تحالف الفتح هادي العامري 6 وزارات ليتخلى عن المالكي، لكنه رفض حفاظا على وحدة الإطار التنسيقي. الموسوي في حديث لبرنامج المسافة الصفر أشار إلى أن أحد الذاهبين للقاء الصدر في الحنانة عليه 231 قضية فساد في النزاهة.
منصب وموقع ونائب رئيس وزراء ابو حسن. ابو حسن مو باحث عن منصب. ابو حسن بالمناسبه عرض على الفتح ست وزارات. شو وقت هاي؟ يعني قالوا لي ابو اطلع من الاطار وهاي ست وزارات. ست وزارات ابو حسن قال له اشيل الوزارات اعطيها لبسرى واعطيها لشركائي بالاطار، لان احنا مو باحثين عن المناصب. وتجربتنا ويا الاخوه بالتيار الصدري هذا الكلام دقيق استاذ حامد. نعم تجربتنا 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 مع الاخوه في التيار الصدري في حكومه السيد عادل عبد المهدي، هم اخذوا الامين العام، احنا ابو جهاد الهاشمي عن المجلس الاعلى عن سيد عادل، ما اخذنا اي موقع تنفيذي في حكومه السيد عادل وكذلك في حكومه السيد الكاظمي. وبالمناسبه اللي يريد يشوف حكومه الاغلبيه السياسيه ينظر الى اداء السيد الكاظمي، هاي الاغلبيه السياسيه، هاي المحاور الثلاثه اللي اجابت عادل. انت تجيب لي الان يعني خلينا نصير واقعيين، احنا بنتكلم احد الذاهبين اليوم الى الحنانه عليه 231 قضيه في النزاهه. اوف. و من هو؟ معروف يعني هو انسجن ثلاث ايام بالخضراء. زين. بكراده مريم يم محمود ملا طلال، محمود ملا طلال لانه شيعي ما له والي ما طلع، لكن هذا اجى صارت تدخلات ولفلفوها وطلع والان هو يمشي بصف السيد الحلبوسي. من جانبها اكدت القياديه بالاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير ان زياره الحلبوسي وبرزاني والخنجر الى الحنانه ولقاء الصادر هي محاوله ايرانيه للصلح بين التيار الصدري والاطار التنسيقي، مرجحه عدم نجاح هذه المبادره. عن طريق الايران سوى هذه الطبخه، وهذه الطبخه ثلاثتهم وصلوا الى طبخه ايرانيه هسه طبعا 100%. عجيب طبعا. شنو عجيب؟ ليش كل هاي الأوقات كلنا نحكي ليش ماكو بعد زيارة الوفد الإيراني يم السيد رئيس حزب الاتحاد حزب الديمقراطي الكردستاني وصل الوفد إلى الحنانة؟ وهاي كلها لأنه من قبلهم كان هذه الوساطات بس ما بها التأثير، قالوا يمكن هذه تأثيرها كبير بس ما وصل. ونجحت هاي الوساطة الإيرانية؟ لا ما نجحت. ما نجحت لانه قبل وصولهم يم السيد مقتدى صدر تحالف السياده اي واحد منهم عنده تغريده مختلف عن هذا الوفد كي يوصل الى الحنانه. تشخص الانظار قرار المحكمه الاتحاديه المقبل حيال تحديد الكتله الاكثر عددا في البرلمان الجديد، لا سيما بعد ان قررت تاجيل البت بالدعوى المقدمه اليها الى الخميس المقبل. إعطاء القوى السياسية فسحة زمنية لتكثيف الحوار ربما يكون أبرز أسباب التأجيل. عليها يتوقف كل شيء، عقد الجلسة المقبلة للبرلمان ثم انتخاب رئيس للجمهورية، وكذا الحال بالنسبة لرئيس الوزراء. إنها الكتلة الأكبر عددا التي كثر الحديث عنها، فتلك الكتلة تشكل منعطفا في رسم مسار أي مرحلة سياسية بعد خوض انتخابات برلمانية، وفي كل مرة يتفاقم الجدل السياسي بين القوى الفائزة في الانتخابات بأنها هي من تشكل الكتلة الأكثر عدداً، كيف لا وهي التي ترشح رئيس الوزراء الذي يكلف بتشكيل الحكومة. في الجلسة الأولى لمجلس النواب قدم الإطار التنسيقي أوراقه تثبت أنه يشكل الكتلة الأكثر عدداً داخل البرلمان، وفي الوقت ذاته الكتلة الصدرية أعلنت الأمر نفسه بتقديم أوراقها أيضاً، لكن البرلمان لم يكشف بشكل رسمي من هي الكتلة الأكثر عدداً من بين الكتل، ليضطر بعض النواب إلى رفع دعوى في وقتها للمحكمة الاتحادية لبيان من هي صاحبة الحق بأن تكون الأكبر، لكن قرار المحكمة جاء ليدفع الأمر نحو التأجيل إلى الخميس المقبل. قد يكون التأجيل من ورائه قصد، لا خلاف في ذلك يقول أكثر المراقبين، ففيه إعطاء فسحة من الزمن لتكييف الحوارات واللقاءات حتى الوصول إلى توافق أولي بين قوى المكون الشيعي، ذلك التوافق الذي يسعى له حثيثاً الإطار التنسيقي تجسد فعلياً بما يطرحه زعيم تحالف الفتح هادي العامري، الذي يؤكد أن الإطار منفتح على جميع القوى السياسية للحوار من دون استثناء. في الأثناء نفى القيادي في الإطار التنسيقي كريم عليوي
طرح مقترح من الوفد الذي زار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والقاضي بتولي زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي منصب نائب رئيس الجمهورية، بل إن جل الحديث تركز على التوافق الشيعي الشيعي، فأس الحل للواقع السياسي الحالي لا يخرج عن شرنقة البيت الشيعي. وسام التميمي، الرابعة. قال السياسي الكردي المستقل هوشيار عبد الله أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يتهم كل من يتحدث عن صنع علاقات جيدة مع بغداد بالخيانة. عبد الله وخلال استضافته في برنامج من جهة رابعة أشار إلى أن الاتفاق بين التيار الصدري والديمقراطي الكردستاني هو اتفاق سلطة لا أكثر. أنا أستغرب جدا، يعني كل شعب العراقي هم عرفوا بأنه هذا الشخص كان لديه نوع من هدر المال العام او خلينا نقول الاهمال او المتقصد والفساد في وزارته وتم اقالته الان، يعني باي حجه هم يقبلون بهذا الشخص ان يكون رئيس لجمهوريه العراق؟ المشكله، كل المشكله الان هناك شعارات، يعني الان الذين يدعون قضيه الاغلبيه الوطنيه ويدعون الاصلاح ويدعون انه هناك حقبه جديده وكانما ولاده جديده للعراق يبداون بهذه البدايات. مبروك عليهم، مبروك عليهم اللي يبدون بالمجرب الذي يجرب ويكرم مره اخرى في منصب اعلى، مبروك عليهم. بس المهم الشعب العراقي الان يعرف تماما ويعي تماما بانه كل الكلام اللي سابق الطبقة السياسية والراعين للعملية السياسية قالوها، يعني طلع أنه قصدهم غير دقيق، وعلى الأقل ما كانوا صادقين مع نواياهم. في الشأن الأمني، أعلنت هيئة الحشد الشعبي إحباطها تسللا لعناصر داعش الشرقي صلاح الدين. وقالت الهيئة في بيان أن العناصر الإرهابية حاولت التسلل إلى منطقة صحراء العيث شرق صلاح الدين، موضحة أن قوة من اللواء 22 في الحشد الشعبي تصدت لهم ومنعت تسللهم إلى داخل المحافظة.
هذا وأعلنت خلية الأعلام الأمنية إحباط الاستخبارات العسكرية عملية انتحارية مع الاستيلاء على حزام ناسف ورمانات وصواريخ قاذفة في الأنبار. وذكرت الخلية في بيان أن قوة متخصصة نفذت عملية تفتيش نوعية مركزة في محيط قاعدة سعد للعثور على أدوات العملية الانتحارية، وتمكنت من الوصول إلى مكان إخفائها وضبطت حزاما ناسفا جاهزا للتفجير بواسطة الصعق، لافتة إلى أن الجهد الهندسي المرافق للقوة قام برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة موقعيا. في السياق ذاته، أكدت مصادر أمنية قيام جهاز مكافحة الإرهاب بأكبر عملية نوعية في قضاء المقدادية شمال محافظة ديالى. وقالت المصادر أن قوة كبيرة من الجهاز اقتحمت من محورين سلسلة بساتين زراعية مترامية في المقدادية شملت بساتين 9 قرى لتعقب أهداف مهمة لخلايا داعش، مضيفة أن العملية تأتي بعد عدد من الخروق ونشاط مستمر لداعش الإرهابي، فيما أشارت إلى أن نتائج العملية غير معروفة حتى الآن. الأخبار مستمرة من الرابعة. في شان آخر، تواصل أسعار النفط ارتفاعها وتقترب من أعلى مستوياتها منذ 7 سنوات، ويراهن المستثمرون على بقاء الإمدادات شحيحة مع زيادة محدودية الإنتاج من قبل منتجي النفط الرئيسين وانتعاش قوي بعد الوباء في الطلب على الوقود. وارتفع خام برنت إلى أكثر من 91 دولارا لبرميل الواحد، في حين وصل خام غرب تكساس إلى ما يقارب من 88 دولارا ونصف الدولار. هذا وقد بلغت الإيرادات المتحققة من بيع النفط خلال كانون الثاني أكثر من 8 مليارات دولار. وذكر بيان لوزارة النفط أن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت أكثر من 99 مليون برميل، مضيفا أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 96 مليون و 430 ألف برميل. أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت 2,545,000 برميل. الملف الاقتصادي نتابعه مع الخبير الاقتصادي داخل استوديو أخبار الرابعة دكتور صباح نعمة. بداية أرحب بك دكتور صباح. أهلا وسهلا، تحية إليك وللمشاهدين. حياك الله وشكرا على قبول الدعوة. إذا بالبداية أتساءل، توقع في العام الماضي وزير النفط أن ترتفع أسعار النفط، ونشهد هذا العام بالفعل هناك ارتفاع في أسعار النفط. أتساءل يعني انعكاسات ذلك على النمو الاقتصادي، يعني كيف يمكن الاستفادة منه هذه المرة واستثماره لعدم التعرض للتجارب القاسية التي شهدها العراق؟ بالتأكيد يعني الاقتصاد العراقي يعني يعاني من تحديات كثيرة، يعني خاصة ما يتعلق بالاختلالات الهيكلية في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، واعتماد الاعتماد يعني على السلعة الأساسية والوحيدة اللي هو النفط. يعني هذا التحدي يعني يعتمد بالأساس على يعني البعد الدولي اللي هي أسعار النفط العالمية. احنا التعويل على هذا يعني هذا القرار انه الأسعار النفط يعني ترتفع وبالتالي احنا نحقق يعني مزايا اقتصاديه، هذا يحتاج الى ان نرجع الى استراتيجيات التنميه وكيف يمكن ان نطبق هذه الاستراتيجيات، ما هي الاليات والادوات التي يمكن ان نستغل هذه الموارد بحيث انه
ممكن أن نوظفها لخدمة التنمية. لاحظ الموارد نعم. يعني المالية الذي يعني ممكن أن يكون سعر نفط 90 وكانت هاي موجودة في أعتقد 2012 يعني 2011 يعني هاي بس الفرق وين ما استغلت يعني بذاك الفترة بخدمة يعني خدمة تنمية القطاعات الاقتصادية الأساسية اللي هو الصناعة والزراعة والخدمات وبالتالي بقينا على هذا النهج. لو نعم. بقى يعني هذا الوضع يعني خصوصا تحديات الموازنة لاحظ الموازنة لا زالت تعتمد على الطريقة يعني اللي هي موازنة النفقات والإيرادات. طيب دكتور صباح أسمحك عذرا بنقطة مهمة ذكرتها حول كيفية استثمار هذه الارتفاع وفي أسعار النفط، يعني يقودني هذا إلى سؤال، ما هي أبرز المقترحات التي يمكن اتباعها في كيفية استثمار زيادة أسعار النفط عالميا؟ هل ربما سيفيدنا ذلك بسد الديون، ربما أيضا باستثمارات حقيقية ك شغل ميناء الفاو وما إلى ذلك من يعني مشاريع متوقفة تحتاج ربما إلى هذا الاستثمار. أيضا لا ننسى الكهرباء، منظومة الكهرباء تحتاج إلى غاز فعلي محلي. إلى متى سنبقى نعتمد على المد الإيراني والمد من قبل الدول الإقليمية ككل؟ يعني طبعا المحور الأساسي هو يعني كل دول المنتجة للنفط تعتمد أو يوجد لديها صناديق سيادية. يعني لو تم يعني الاهتمام بهذا الصندوق السيادي بحيث يعني تأخذ يعني نأخذ منها يعني من هاي الموارد ونضعها في هذا الصندوق لغرض تلبية الاحتياجات بعد انخفاض السعر، لأنه سعر النفط متذبذب يعني على هذا الارتفاع. قد يكون أسباب يعني بالطلب، أسباب سياسية، أسباب تغييرات في البعد الدولي، نشوف يعني التوتر العالمي حاليا موجود. لو عاد الاستقرار مثلا الاتفاق النووي الايراني اذا عاد وعاد صادرات ايران النفطي، ليبيا اذا عادت، سوريا كذا، اذا ما هي الاستراتيجيات التي يجب يعني اتباعها كحكومة العراق؟ يجب ان نستغل يعني هسه احنا الموازنه لا زال يعني لا يمكن وضع اي بعد اقتصادي الا يكون هناك موازنه، يعني نريد نعرف ايش قد ايراداتنا وايش قد نفقات. اذا بقت النفقات يعني في حالة عجز ومغطية كل الإيرادات وأكثر ونحتاج إلى الاحتياطي، ما راح يبقى الاقتصاد، راح يبقى 4 سنوات أخرى على هالنمط هذا. لذلك الركيزة الأساسية هو أن نستغل هذه الموارد، نتبع سياسات أو مثلا تشجيع القطاع الخاص، تشجيع الاستثمار الأجنبي أو جذب الاستثمار يعني الأموال العراقية الموجودة، يعني المستثمرين العراقيين يبحثون عن الفرص. لأنه الاقتصاد أو الأرضية والبيئة الاقتصادية العراقية هناك طاقة استيعابية هائلة للاقتصاد. ينبغي طيب أن تستثمر دكتور صباح، يعني كيف ترى مقترح هناك بين على أنه في حال أنه اعتماد من 55 إلى 65 دولارا بالتالي الفائض ربما يذهب إلى مشروع استراتيجي أو إلى مشروع مشاريع ممكن أن تستثمر، الفائض فكيف تعلق على هذا المقترح؟ الفائض يروح على الصناديق السيادية، يعني هذا يعني واحدة من يعني الأبعاد الاستراتيجية. أنه يجب أن تضمن الحكومة مبالغ لديها لسد الاحتياطات التي يمكن أن تواجهنا، يعني تحديات كثيرة، قد تكون تحديات إقليمية، تحديات داخلية، تحديات خارجية، تحديات صحية، تحديات يعني أمنية ما معلوم. لذلك احنا الاقتصاد يحتاج يعني كل الوزارات وكل القطاعات ان تكون، يعني شوف مصر مثلا هناك يعني تم التوجه في خضم هذه المعطيات، هل يمكن أن موازنة العام الحالي تقع في شباك الاقتراض مجددا، خصوصا أنه أفضى إلى 32 يعني تريليون دينار في موازنة العام الجاري؟ الآن الموازنة 1/12، تعرفون الآلية أنه مهم تمشية الأمور، الدولة الحكومة العفو تقوم بتمشية أمور النفقات الضرورية التشغيلية. إذا إحنا هسه إحنا نريد نعرف الموازنة، إحنا العام الماضي كان الإقرار كان في الشهر الثالث أو الرابع أعتقد يعني نعم ما يعني إذا ما أقل. الآن في الشهر الثاني إذا يعني نحتاج إلى متى يتم تشكيل حكومة؟
نعم. لأنه هذا الموازنة ما تقر إلا بوجود حكومة مستقلة. يعني بالتأكيد ملامح هذه الأمور غير واضحة ستكشف في الأيام المقبلة. أعتذر لكن لضيق الوقت. شكرا لكل هذه المعلومات التي زودتنا بها. الخبير الاقتصادي دكتور صباح نعمة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. بعد قضية التزوير التي شابت توزيع قطع الأراضي في محافظة بابل، يتوالى إصدار مذكرات قبض بحق مجموعة من مرافقي المحافظ المرتشين بعد إدخالهم عددا من الأسماء لغرض حصولهم على الأراضي بصورة غير شرعية. هذه التظاهرات هي لجرح القوات الأمنية والحشد الشعبي للمطالبة باستحقاقهم بقطع الأراضي، لكن حكومة بابل المحلية كان لها رأي آخر. أكثر من 10 متهمين صدرت بحقهم أوامر إلقاء قبض بتهمة التلاعب بمحاضر قطع الأراضي تخص عوائل الشهداء والسجناء السياسيين. صراحة هذه أوامر القبض تنفذ وفق مذكرات قبض أصولية تستمر مديريات شرطة الأقسام في محافظة بابل الوسط والجنوبي والشمالي في تنفيذ كل أوامر القبض للمطلوبين قضائيا. مختصون في الشأن القانوني أكدوا أن تهمة التزوير والتلاعب تختلف على نوعين، منها التزوير في المحررات الرسمية ومنها غير الرسمية، وتختلف العقوبة على وقت وقوعها ونوعها بحسب القانون العراقي. المشرع العراقي رسم خارطة واضحة جدا لجملة من تجريم الأفعال، ومن ثم إعطاء العقوبة المناسبة لكل جريمة. من ضمن هذه الجرائم هي جرائم التزوير في المحررات، وهنا راح نقف أمام مفترق طرق. أولا طريق يأخذ جانب التزوير في المحررات الرسمية، والطريق الآخر يتناول موضوع التزوير في المحررات العادية. ما يقارب 1000 قطعة أرض في المحضر الأخير تم التلاعب ببعضها عن طريق إضافة أسماء غير مستحقة لهذه الأراضي. وبحسب المادة 289 يعاقب المزور بالمحررات الرسمية بعقوبة السجن، وقد تصل لمدة 15 عاما كأقصى حد. زيد الشهيب، رابعة، بابل. ظاهرة الاستيلاء على الأراضي في دائرة التسجيل العقاري بنينوى تبرز إلى الواجهة بعد تسجيل العشرات من الحالات غير القانونية. مواطنون طالبوا بضرورة محاسبة الجهات التي تقف وراء عمليات الفساد والتزوير. بعد نحو أكثر من 4 أعوام من طرد داعش، تحولت محافظة نينوى إلى نقطة تجاذب ومحط اتهامات متبادلة بين مختلف قياداتها ومكوناتها بشأن الفساد الذي طال قطاعات ودوائر أبرزها الماء والمرور والنفط، وخاصة ملف الفساد في دائرة تسجيل العقاري والاستيلاء على الأراضي، بالإضافة إلى الجمعيات السكنية المشبوهة. الفساد مترشي داخل محافظتنا، يعني لا تروح بعيد العقارات، عقارات نينوى، يعني أرض الدولة ماخذهم مسجلين باسمائهم، وغيره 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 من المشاريع فساد، لأن أنتم تمويل المحافظة نينوى لإعمار هي. ولكن مع الأسف هناك ناس عديمي الضمير يبوا يسرقون هالمال. القضاء عاجز عن ملاحقة الخروقات التي قام بها مسؤولون في الحكومة المحلية، والفساد الذي طال عددا من أعضاء مجلس المحافظة ومجلس النواب الذين لم يحاسبوا لحد اليوم بحسب الأهالي. هناك إشكالات في بعض الدوائر في محافظة نينوى، هناك من يلقى قبض عليه، في بعض أيام نرى يطلع في
بدفعة مالية. عمل هيئة النزاهة والدوائر المرتبطة معها في عملية كشف الفساد في المحافظة، لأن الفساد نخر جسم المحافظة ونخر جسم البلد. ويعتبر ملف الفساد في الموصل من الملفات الشائكة منذ عام 2003، حيث يعد أخطر من ملف الإرهاب لتورط مجموعات عدة فيه، ما جعل الأمر شائكا. المحافظة شكلت العديد من اللجان لمتابعة الفساد وتوعد بمعاقبة المفسدين، وأصدر أمر استخدام لبعض المسؤولين الآخرين، ولكن الموصليون يتساءلون فيما إذا كانت هناك محاسبة لهم. لقناة الرابعة محمد الشبكي، الموصل. مع استمرارها بنشر أنشطة علوم المونتسوري المعنية بتربية الأطفال الإيجابية والتفاعلية عبر إقامة الورش الحديثة في تعليم الأطفال، المدربة زهراء تنظم دورة بخصوص أجسام هؤلاء الأطفال وسبل حمايتها في قضية التحرش بطريقة مبتكرة تناسب الفئات العمرية المستهدفة. ضمن أنشطة علوم المونتسوري المعنية بالتربية الإيجابية والتفاعلية، تستمر المدربة زهراء بإقامة ورشات الحكاية لتعليم الأطفال. دورة حملت بنسختها الثانية عنوان جسدي خط أحمر، لتثقيفهم بخصوصية أجسامهم وسبل حمايتها وتصديهم للتحرش بطريقة مبتكرة تتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة. دورتنا اليوم بعنوان جسدي خط أحمر هي جزء من دورة الحكايات. احنا صراحة حبينا نسلط الضوء على هذا الموضوع لأنه موضوع كلش مهم، ومجتمعنا العراقي ما حد يعني عنده الجرأة أو أخذ هيك خطوة أنه يتحدث بهذا الموضوع ويا الأطفال مباشرة. فردنا نوعي الطفل من خلال قصة، من خلال أنشطة على هيك موضوع أنه جسمه خط أحمر، مناطق الخاصة ماذا هي خط أحمر، في حال تعرض الموقف أحد ضايقة شنو اللي يتصرفه. مصر حد يلزمني، إذا يلزمني لمسة سيئة أصغر مثل الأسد أروح مثل الغزالة لأمي وأبويا. أنه جسمنا خط أحمر نركض مثل الغزالة وبعد نقول الماما وبابا. شلون الدورة حلوة؟ أي شو تعلمت بيها؟ تعلمت أنه جسمي بس إلي، وتعلمت أنه ما يصير أحد يلزم أجزاء الخاصة. ويبين تربويون أهمية مثل هكذا ورش توعوية في الوقت الراهن لما يشهده المجتمع من بعض الحالات السلبية التي سجلت مؤخرا، في وقت تخشى الأوساط الشعبية طرح مثل هكذا مواضيع نظرا لطبيعة المجتمع الشرقي وعقائده الاجتماعية. ورشة جتي بوقتها كلش، لأنه أنا عندي مجموعة أطفال مسؤولة عنهم، لأني صاحبة مركز تكوين لرعاية الطفولة ذوي احتياجات خاصة وغيرها. فمن خلال عملي حسيت أنه إحنا كلش بحاجة إلى توعية الأطفال بضرورة معرفة أجسامهم وشون يحافظون عليها، لأنه احنا كمجتمع الان نعاني يعني صغارا وكبارا نعاني من هاي المشكله. صار كل شيء مباح، الاهل 24 ساعه الاطفال بيدهم الايبادات التليفونات، المعلومه مدى تصير حصرا من الاهل. ويعمل نادي مونتسوري وفق منهج التربيه الايجابيه وفلسفه ماريا مونتسوري، ويقدم للاطفال والمربين ورشا ودورات تعليميه تفاعليه بشكل حضوري او عبر الانترنت. مصطفى الوش، الرابعه، بغداد. هذا تذكير بأبرز ما جاء في جولتنا الإخبارية. تطلع إلى تولي شرف المسؤولية مجددا بعد أن نلتها بقرار عراقي وطني مستقل. صالح يتمسك بالترشح لرئاسة الجمهورية لولاية ثانية، والبيت الكردي على موعد مع تشظي جديد. بانتظار لقاء الإطار والتيار في بغداد، المشهد السياسي نحو مزيد من التعقيد، والاتحادية تؤجل حسم الكتلة الأكبر. أسعار النفط بارتفاع هو الأعلى في 7 سنوات، والعراق يبيع الخام ب83 دولارا بإيرادات تتجاوز 8 مليارات دولار خلال شهر.
يعني أرض دولة ما أخذهم مسجلين بسمعهم. قضايا الفساد تزاحم المحافظات، أوامر قضائية في بابل ضد متنفذين، ومطالبات بمحاسبة الجهات المفسدة في نينوى. إلى الختام وصلنا، السلام عليكم.